رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدني حسن علي خيري ودي بقصر لابتدى الكايا كور بحياشر مدحات ودبدا كبه بري السوق بري إيا كوفرت أفريقيا لو يقانا كوميسا اللي هو قبتين مقالدة للصاكة دالك زامبيا رئيس الوزراء حسن علي خيري أيا شيغي إن حبل لمدى الصومالية كوميسا أي كاقب قادنا دي بوليس كان قالها هرمانيتا دالك مالقاشيغ إيا شاقة أبوركا اسمها ودوين كيه ورشدة إيا وليبا هرمانيتا دي جيدة برشدة أوردان رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدني حسن علي خيري أيا مقالدة للصاكة دالك زامبيا كوصحي حبل لمدى الصومالية السوق بري إيا كوفرت أفريقيا وحينا الصومالية نقطي دالك كوبيا لباتنا حبل كان نقطة سوق آسيو وإيكا قنعسطو إنك بدن كنتين مليون أو داد آه وحان كحمد لنا إلهي ونقدم نقصو عليه وحان أدو فرحسنا إنا نزيدك دي دالك وصول الله بني أنه كسو قيب قلني شركة كوميسا وصومالية مرك أوريسي كمد هذا ودمادي أساسي بل ساعة فوين كينو هبسدي أو جيد عن كمغنين هذا وحان هاي ودنك كو يلاباتنات أولا أقبالي إن أنك قيب قلنو تاسو رنتي عدين إيسا خورو مركا يتلابوينك مقاله أو ودنك أنو سمعنا إن لو أقول هذا إن أنك قيب قلنو السوق كقنع سدان إنك بدن كنتن مليان داد تيردو دي غاريسو كاسو أسهل دوانا قنع ستاد سوماليات إن دقالو هودو ونبات قلو إن أيو هلام فرصادين بداعدو دا ماشي دوانا انجيستان إن أيو سهلاناتين بانجيا دا ودما دا صورن لحريران إن إدوال بوء ودما دا سكتي مدي دونا دي انتي دا كالبا أنو استعمال دوانا إن عيمس دقالو هودو كوي عالم دوانا دالك سوماليا إن أي نقا عاوين دوانا ديبوليسك دالك أنغوط جددك أنغوط ورشدها أي مالك لو كلا دوان فرصة أدوين أنا من سنة هنا تاي وعن هذا وهم بلينا عيادات الصوماليات جارهان جن عصت الصوماليات وولي جد هنجر تاي لخبر قبل شدة مرك اللي راهذو ديبلوس كدلكا يو خرمارين تجن عصي يا رقالها يجا أي فرصة سين دون تارين كني مرك جن عصت ده إنه أي فرصة هلان وح فرصة هلا يدلكا سبب توقف والبو وجن عصدا باللعبة جن عصي وهو شغال سين عيادات الصوماليات وهو بحنا يا عنشور عنشور تاسوحا لقد بولي دونا هذه قيادة يباها انتهي بالشد كبيرتان كخميسة وقايب كميدة شغوين كو قواوين وآهد في هذا الدولد ايلاد هاي وآهد بولف القلدة هي أبها نو سهل دونا إن اندبو لسنا دقالها تاسو عاد شركي هادا كدعي بروسلس midowga Yurub oo madaxweynuhu ka qayb galay ad ka aragteen in ka badan 10 dowladood ku dhawaad 60 dowladood ay u muujiyeen dowladda Soomaaliya inay tahay fursad ugu wanaagsanayd dowlad la oo ay kulligood ku rajo qabaan Soomaaliya inay ku soo noqotay meeshii mustaqbalka laga filayay halkaas oo iyada lafteeda ay ka soo baxday waxaan hore uga dhici jirin in dowladda Soomaaliyeed lagu kaalmeyn doono dhaqaale iyada toos loogu dhiibo luguna aamino qofal bo Soomaaliyeed oo daawanaya markaa waxaan ka codsanayaa in dawladnimada dib loo dhiso wax aad u dhib badan lama dhisi karo shacabku hadaan u garab istaagin sanad iyo labana lagu ma dhisi karo aan dul qaadano aan iimaan isgelinno aan inta aan islaanahay waxa naga duminaysa iska celinno adduunyada aan tusinno in sharafteen iyo karaamadeen inaan soo celinno aan diyaar u nahay oo maadsantay Ahmed Yasiin Maxamuud Telefishanka Star magaalada Muqdisho